أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية. وقفنا في اللقاء الماضي عند المبحث الخامس ومع المحاضرة السادسة، مع المحاضرة السادسة وهي بعنوان موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى والتحديات التي تواجهها. نحن نعلم أنه كان قبل ظهور الإسلام ثقافات كثيرة، ومن هذه الثقافات الثقافة الفارسية والثقافة الهندية والثقافة اليونانية. نبدأ بالنوع الأول من الثقافات، ألا وهي الثقافة الفارسية. كان للفرس ثقافة وفلسفة وحكمة وعلوم ومعارف وفنون وتاريخ، وكان أهل فارس يعبدون النار من دون الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فصل الحد بأمة من الأمم أنها تعبد النار. وكان من زعمائهم، زعماء أهل فارس في ذلك الزمان، زعيم ديني عندهم اسمه مزدك، وهو الذي كان يدعو إلى الإلحاد وإلى الإباحية والفساد والدمار الأخلاقي. هذه يعني لمحة بسيطة حول الثقافة الفارسية. النوع الثاني من الثقافات التي كانت قبل الإسلام الثقافة الهندية، وهي ثقافة وفلسفة ممزوجة بالدين والشعر والخيال لا بالصبغة العلمية، وكان أهل الهند يعبدون البقر من دون الله سبحانه وتعالى. شوف يعني أهل فارس كانوا يعبدون النار، أهل الهند كانوا يعبدون البقر، وما زال إلى الآن إلى وقتنا الحاضر هناك شريحة من الهنود يعبدون البقر، بل هناك من يعبد الفأر، وعبادات كثيرة موجودة إلى اليوم في الهند. إذن كانوا يعبدون البقر، وكانوا يعتقدون أن الله يحل فيها في البقر يعني، ويؤمنون بالتناسخ، أي أن الحيوان هو الأب والجد القديم لهم، والقردة هم أجدادهم، وكان لهم فلسفة ممزوجة بالدين والشعر كما قلت لا بالصبغة العلمية. هذه يعني باختصار الفلسفة أو الثقافة الهندية. إذن في عندنا ثقافة فارسية، والثقافة الثانية ثقافة هندية، الثقافة الثالثة وهي الثقافة اليونانية، وأهل اليونان اشتهروا بعلوم كثيرة مثل الرياضيات والمنطق والفلسفة والسياسة، وظهرت فيهم فرق ومذاهب كثيرة. ولذلك جاء الإمام الغزالي
أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وقسم الفرق اليونانية إلى ثلاث فرق، إلى ثلاث فرق، على الجميع أن يحفظها. الفرقة الأولى الدهريون، والفرقة الثانية الطبيعيون، والفرقة الثالثة الإلهيون. الدهريون ما تعريفهم؟ من هم؟ هم فئة من الزنادقة، والزنديق هو الذي لا دين له. الزنديق هو الذي لا دين له، وهم الذين يعني الدهريون يقولون إن الإنسان مخرج أفعاله، يعني هو مخير ولا توجد قوة قاهرة فوقه على الإطلاق. الطبيعيون بحثوا في الطبيعة وأنكروا البعث والحساب، فهم لا يؤمنون إلا بما يبصرون فقط لا غير، وقالوا لا يوجد يوم آخر ولا يوجد هناك حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار. هؤلاء هم الطبيعيون. أما الإلهيون فهم أساتذة الفلسفة مثل سقراط وأرسطو وأفلاطون، ويعتبر أرسطو هو الذي رتب لهم المنطق وهذب لهم العلوم. هذه الفرق الثلاث التي قسمها الإمام أبو حامد الغزالي، كمان مرة الدهريون والطبيعيون والإلهيون. بعد ذلك جاء الإسلام، فأرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد صلى الله عليه وسلم. فحارب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام والأوثان والحيوان والإنسان، وأمر بعبادة الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله تنجو من عذاب الله يوم القيامة. خير ما قلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أقرباءه، جمع قريش عند جبل الصفا ودعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، لكنهم عادوه وكذبوه وعذبوه هو وأصحابه. التحديات التي واجهت الثقافة الإسلامية في عهد النبوة، إذا نريد أن نعرف الآن ما هي التحديات التي تواجه الثقافة الإسلامية، تنقسم هذه التحديات إلى قسمين. القسم الأول تحديات واجهت الثقافة الإسلامية، يعني واجهت الإسلام في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي القسم الثاني تحديات أخرى المعاصرة،
التي سأتحدث عنها فيما بعد. لكن أريد اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة أن نتحدث عن التحديات في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك تحديات متمثلة في ثلاثة أنواع من التحديات. النوع الأول أو القسم الأول هم المشركون. إذن التحدي الأول المشركون، التحدي الثاني المنافقون، التحدي الثالث اليهود. نوضح ذلك. بالنسبة للتحدي الأول، وكان متمثلا في المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه كما قلت قبل قليل إلى عبادة الله تبارك وتعالى الواحد الديان ونبذ عبادة الأصنام والأوثان، حاربه قومه وعذبه قومه هو والصحابة الكرام المؤمنون الأوائل القلة، عذبهم المشركون عذابا أليما. واستمرت الفترة المكية 13 عاما قبل الهجرة، 13 عاما، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام يعذبون عذابا أليما من قبل المشركين. وكان العدو اللدود للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام في الفترة المكية كان أبو لهب وأبو جهل، وبعد ذلك يأتي بقية المشركين. لكن زعماء المشركين في تلك الحقبة قبل الهجرة أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جهل وهو عمرو بن هشام وهو من صناديق قريش، وعذب المسلمون وعذب الصحابة في هذه الفترة عذابا شديدا. ويعني أذكر على سبيل المثال بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. بلال كان المشركون يعذبونه عذابا أليما، يأخذونه إلى بطحاء مكة في الأرض الملتهبة، ثم يضعون فوق صدره صخرة، ثم يجلدونه بالصياد. يعني 3 أنواع من العذاب في وقت واحد: الرنضاء الأرض الملتهبة، أرض الحجاز، والصخرة فوق صدره، والضرب بالسياط. لماذا يعذبونه؟ يريدون منه أن يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ظل ثابتا صابرا محتسبا لله تبارك وتعالى، وكان يقول قولته المشهورة: أحد 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 أحد، حتى جاء أبو بكر بعد ذلك وحرره من الرق وصار حرا. هذا نوع من العذاب للصحابة الكرام. نوع آخر أيضا من عذاب المشركين للصحابة الكرام آل ياسر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليهم وهم يعذبون من قبل المشركين، وهم ياسر وزوجته سمية وابنهما عمار، فعذب المشركون ياسرا حتى قتل،
وعذبوا سمية حتى قتلت. أما عمار فإنهم عذبوه عذابا شديدا ولم يقتلوه حتى ذكر الإسلام بسوء. فحينما ذكر الإسلام بسوء أطلقوا سراحه، فذهب يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، لقد عذبوني عذابا شديدا حتى ذكرت الإسلام بسوء. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يتلى في سورة النحل في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ كيف القلب؟ ملناش في اللسان، هذه للضرورة رخصة. حينما يعذب الإنسان عذابا شديدا هناك رخص في الشريعة الإسلامية أن يذكر الواحد مننا الإسلام بسوء بلسان ما دام قال أن قلبه مطمئن بالإيمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني إن عادوا مرة ثانية عذبوك وأمروك بأن تذكر الإسلام بسوء فاذكر، لا شيء عليك، فهذه رخصة كما قلت، وهي ليست لعمار فقط، إنما هي لكل المسلمين إلى قيام الساعة ما دام أن القلب مطمئن بالإيمان. هذه يعني بعض النماذج التي عذبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الصحابة عذبوه عذابا شديدا ووصفوه بأوصاف قبيحة، قالوا عنه بأنه شاعر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه مجنون، وصل الحد إلى أن ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالجنون. لكن الله تبارك وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. ووضعوا على ظهره سلا الجزور وخنقوه وكادوا يقتلونه صلى الله عليه وسلم. إذن المشركون عذبوا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في الفترة المكية قبل الهجرة 13 عاما. هذا تحدي من التحديات للإسلام في ذلك الحين، تحدي المشركين. النوع الثاني من التحديات هو تحدي المنافقين. تحدي المنافقين، النفاق لم يكن، نريد أن نعرف يعني معلومة مهمة، النفاق لم يكن موجودا في مكة. لماذا لم يكن موجودا في مكة؟ لأن الإسلام كان ضعيفا، فلماذا ينافق الإنسان؟ دائما ينافق الإنسان حينما يكون الإسلام قويا وله شوكة وله دولة وله جيش وله قوة، لكن لم يظهر النفاق إلا بعد الهجرة في المدينة المنورة حينما أصبح للمسلمين قوة وجيش كبير. نفهم هذا الكلام جيدا. وتعريف النفاق، وهو النفاق العقائد، المقصود هنا بالنفاق العقائد، لأنه يوجد كما ذكر العلماء 3 أنواع للنفاق: هناك نفاق عقائدي، وهناك نفاق أخلاقي، وهناك نفاق سياسي. النفاق العقائدي هو أخطر نوع، وهو أن تظهر الإيمان وتبطن الكفر، وهذا اللي الله تبارك وتعالى قال عنهم في عذابهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك الأسفل من النار. طيب، أما النفاق الأخلاقي هو
وهو بالنسبة للنفاق العقائدي يخرج الإنسان من الملة، يعني يصبح كافرا. أما النفاق الأخلاقي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لنا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. وقال في حديث آخر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا وعد، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر، هذه هي صفات المنافق الأخلاقي، وهي لا تخرج من الملة، إنما يسمى صاحب هذا النفاق يسمى عاصيا فاسقا. أما النوع الثالث من أنواع النفاق وهو النفاق السياسي، وهو ما يكون بين الزعماء والقادة والرؤساء، يكون من أجل مصلحة، فإذا انتهت المصلحة أصبح لا يعرف الواحد منهم الآخر، وهو موجود في واقعنا اليوم. من هو رأس المنافقين في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأس المنافقين في ذلك الحين هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر وفعل الأفاعيل في النبي عليه الصلاة والسلام، حيث رجع بثلث الجيش في أحد، وهو الذي اتهم عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا في حادثة الإفك، وهو الذي قال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذي قال: مثلنا ومثل محمد كالمثل القائل سم كلبك يأكل. كل هذا الكلام قاله عبد الله ابن أبي ابن سلول. لماذا؟ السؤال المهم: لماذا عبد الله ابن أبي ابن سلول هو أظهر الإيمان وأبطل الكفر، كان عدوا لذوذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة على ذلك: لأن أهل يثرب، يعني أهل المدينة المنورة كانت تسمى قبل الهجرة بيثرب، كانوا يريدون أن يجعلوا، يريدون لعبد الله ابن أبي ابن سلول، كانوا يريدون أن ينصبوه ملكا عليهم، ويريدون أن يعملوا له احتفال ويتوجونه. في هذه الأثناء وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فصار هو المسؤول الأول عن المدينة المنورة، فحقد عليه عبد الله ابن أبي ابن سلول حقدا دفينا، وأظهر الإيمان وأبطن الكفر. هذا باختصار حول التحدي الثاني، ألا وهو تحدي المنافقين. التحدي الثالث كان متمثلا في من؟ في اليهود. ونحن نعلم أن مكة في ذلك الحين لم يكن فيها يهود، اليهود كانوا موجودين في المدينة المنورة، يعني في يثرب قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بعد الهجرة بالمدينة المنورة. كان يوجد تجمعات من اليهود في المدينة المنورة، ثلاثة تجمعات في داخل المدينة، وتجمع رابع خارج المدينة على حدود المدينة المنورة. التجمعات الثلاثة في داخل المدينة المنورة هي تجمع يهود إيش؟ يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. هذه التجمعات كانت موجودة في داخل المدينة المنورة، قلب المدينة المنورة. والتجمع الرابع وهو يهود خيبر، كانوا على حدود المدينة المنورة تقريبا 100 كيلو بعيدة عن
قلب المدينة المنورة، كما ذكر كتاب السير. النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم وكتب المواثيق بينه وبينهم، لكن اليهود نعلم جيدا أنهم لا يلتزمون بمعاهدات ولا بمواثيق قديما وحديثا، قديما وحديثا، ويقولون بأنه لا توجد عهود مقدسة كما قال نتنياهو، لا توجد عهود مقدسة على الإطلاق. هم يبحثون عن مصالحهم وعن أمنهم وعن أموالهم فقط لا غير، فنقضوا العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل تجمع له قصة طويلة تحتاج إلى محاضرة. فمن يهود بني قينقاع وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، ويهود بني النضير وحاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة المنورة، يهود بني قريظة تآمروا مع المشركين في غزوة الأحزاب والنبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وبعد ذلك قتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم. وإذا أردت المزيد فاذهب إلى كتب السيرة النبوية. ثم يهود خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم حينما علم أنهم يخططون للمجيء لحرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ذهب إليهم هناك واستسلموا، رفعوا الراية البيضاء وصالحهم النبي على أن يأخذ نصف ثمار المدينة، واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبذلك قضى على كل تآمرات وحقد وكراهية اليهود له صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة الكرام، هذه هي التحديات الثلاثة التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أكرر مرة ثانية، التحدي الأول هم المشركون، التحدي الثاني هم المنافقون، التحدي الثالث هم اليهود. نقف عند التحديات المعاصرة وهي الاستشراق والتبشير والصهيونية، تحدث عنها إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. أكتفي بهذا القدر.